وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الفقاس المغربي باللوز والزرارع. كما كتعرفوا الفقاس ما كيخطا حتى شي دار مغربية حتى شي بيت مغربي. غادي نوضح لكم سر نجاح هذا الفقاس باش ما يتشققش لكم في الفرن، وكذلك باش ما يتكسرش لكم أثناء التقطيع. إلى عجبتكم الوصفة تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو بالمكونات على بركة الله، اللي هي انا عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس العنبة طبعا دائما تنعبر كاس العنبة، كاس ديال السكر حبيبات سنيدة، 100 غرام ديال اللوز اللي رطبته في مزهر تقريبا 4 سوايع. يمكن لكم ديروا اقل 100 غرام، يمكن لكم تكتفيوا غير بالجنجبيل بوحدو. كيس فانيلا، معلقة صغيرة ديال النافع وحبة حلاوة، كيس ديال بيكن باودر او خميرة الحلويات، 2 معالق كبار ديال الجزلان، 2 معالق كبار ديال الحليب، هذا بالنسبة للاخوات المبتدئات باش ما يتكسرش معاهم. كذلك نحتاج 4 بيضات، الدقيق انا عبر هنا 500 غرام، تقريبا 5 ديال الكؤوس العنبه. الا زدت انا نقول لكم رانا زدت، يمكن لكم تزيدوا شويه يمكن لكم تنقصوا شويه على حسب حجم البيض. بيضه واحده للتزيين اللي درت فيها هذيك قهوه سريعه الذوبان. يمكن لكم ما ديروهاش، ديروا غير قطعة الحليب قطعة الخل، انا كيعجبني داك المذاق ديال القهوه في الفقاس. في اناء او قصعان ديروا قليل من الملح، 4 بيضات، كأس من سكر سنيدة أو سكر حبيبات، كيس من الفانيلا. وغادي نضرب هاد المكونات كاملين، غادي نجمعهم بالطهر اليدوي أو بيدينا كيبان والو. بعد ما دار لينا السكر سنيده غادي نضيف الزيت، غادي نبدا نطرب بهاد الطرب اليدوي حتى يمتاز الجو كذلك مع بقيه العناصر. نبداو نطربو مزيان هاد العناصر باش الفقاس كيجينا بنين، باش ملي كتمتاز لنا العناصر جيدا نبداو غادي نضيف دابا هاد 2 معالق كبار ديال الجزلان، كذلك اختياري، يمكننا نديروهم يمكننا لا. هاد 2 معالق صغيرة ديال حبة حلاوة والنافع، واللوز كذلك. يمكنكم ما ديروش اللوز، ديرو غير حبة حلاوة والنافع والجزلان، ماشي ضروري، هذه خطوة اختيارية. غير هو الفقاس اللي بالديل الأصلي راه تيكون بهاد المكونات. بعد ما امتزجت لنا العناصر، الإشارة البنات، ما عرفوش قلت لكم في فيديو ولا لا، أنا اللوز قطعته طولي، شتي اللوزة كنقطعها هكا ماشي هكا، يمكن لكم تحتفظوا به هكاك صاين، أنا قطعته تيعجبني نقطع باش كيجي الفقاس كامل مزوق مزيان بداك الفقاس. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، انا عبرت هنا 500 غرام، ولا زدت شي حاجه غنقولها لكم، ولا بقات لي شي حاجه غنقولها لكم. بعد ما غربلتو غادي نبقى نزيد شويه بشويه، غنبدا دابا نعجن بيدي، غنضيف له هذيك الخماره او بيكن باودر اللي غربلتو، اللي غادي نغربلو عفوا من داك الحبيبات. غادي نبدا نجمع هاد المكونات حتى تمتاز ليا الطحين مع هاد الخليط. دابا البنات انا ضفت 1/2 كيلو كامل، ضروري غادي نزيد شويه
وغادي نقول لكم شحال خدا ليا شحال زدت من فوق نص كيلو. هانتوما البنات دخلت هذاك نص كيلو ديال الدقيق كامل. العجينه خصها تكون ما قاصحاش ما خفيفاش بزاف، خصها تكون بين وبين، خصها تكون هكا العجين. شوفوا العجين كيفاش داير، شتي انا زدت هذاك فوق نص كيلو، زدت تقريبا زدت شي نص كاس قل شي حاجه، شي 50 غرام اللي زدت ديال الطحين. دابا غادي ان شاء الله نبقى نحربلها، نقسمها على كويرات، نقسمها على ثلاثه ولا اربعه. هانتوما البنات كورتها وغادي نبقى نحربلها على اربعه د الحرابل. الاحسن يكونوا غلاط باش كيجي داك الشكل الفقاس زوين. جبت طاوه كذلك اللي لبستها الكاغيط، لان علاش درت الكاغيط؟ ملي كنديروا البيض تندهنوها بالبيض، انا درت هنا البيض والقهوه تندهنوها بالبيض تيبقى يهبط داك الشيء، تيهبط تلتصق لينا الفقاس. من الاحسن الكاغيط، هذا راه ثمن مناسب و ماشي شي حاجه. غادي نبدا نحربو هاد الحرابل ديالنا فوق هاد سطح العمل، نخليهم غلاط. ولا بانت لينا شي لوزه خارجه ندخلوها باش تقطع ما تهرس ليناش الفقاس. وتنبدا نحط، نجيب الثاني كذلك. هانتوما البنات بعد ما حربلتهم كاملين اربعه د الحرابل اللي حاولت زعما نديرهم قصار ويكونوا غلاط، ها هما. ومني تكون تنحربلهم تندخل داك اللوز اللي خارج تندخلو لداخل، وتناخد اصفر بيضه اللي درت فيها معلقه راس معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلط ليها. غادي غادي ندهن الوجه ديال الفقاس ديالنا بهاد الخليط ديال الاصفر البيض والقهوه، ملي غنسالي ندخلو للفرن. هانتوما انا تندهن دابا هاد الوجه ديال الفقاس، تقريبا ساليت من التين ديالو. ومن الاحسن البنات كما قلت لكم في الاول غنعاودها لكم، من الاحسن الكاغيط باش من هاد البيض ملي تيهبط هنا الجناب ديال الفقاس يبقى يلتصق لكم، من الاحسن. الان دابا غناخد هاد الفرشات وغادي نبدا ندير تموجات. زعما الكل كيعرفها، بالنسبه لهاد اصفر بيضه والقهوه يمكن لكم ديروا غير اصفر بيضه والخل او الحليب، داكشي اللي بغيتو، والتزيين حسب الذوق. دائما كنقول لكم ملي غنتاهي من هاد التموجات ديال الفرشات غادي ندخلو الفرن اللي هو بارد ما سخونش، وكنخلي الباب مشقوق كنشعل عليه غير من التحت بحال طياب الكيكه تماما، ولكن تخلي الباب مشقوق. كاين بعض الاخوات قالوا لي الفران ديال الضو ما تيبغيش يبقى لينا محلول، يمكن تاخذوا سكين اولا فورشات بحال هكا وغادي تحطوها في الباب، ما تكونش عندها هاد اليد هكا وتحطوها في الباب، ديك الساعه الباب ما غاديش يتسد لكم. غادي ندخلها دابا ونتلاقاو مني نخرجوا ان شاء الله. هانتوما بعد ما طاب ليا الفقاس ديالنا كتشوفوا لي بوده هما بربعه، تافق تحمر ماشي تحمر عفوا، يلا شد فراسو ولا عنده لون ذهبي. خدا ليا 40 دقيقه لتحت وشي ربع ساعه شعلت عليه من الفوق فران مشقوق،
درجة حرارة 160 درجة، يعني في المجموع فاش خدا ليا الوقت ديال الطياب ساعة 40 لتحت، ثلث ساعة 20 دقيقة من الفوق. هانتوما ضروري تخليو الباب مشقوق باش ما يتفرقعش ليكم، بلا ما تثقبوه بلا حتى شي حاجة، المهم تكون عافية مهيلة. بالنسبة اللي عندهم فران غازي غادي يديرو بحال يدير العافية بحال الشميعة قليلة بزاف. هانتوما دابا غادي نخليه على الاقل 4 سوايع، غادي نغطيها هكا بالمنديل نخليه 4 سوايع بحال دابا اللي بغى ليله كامله او نهار كامل، المهم 4 سوايع الفوق. انا عاي برد شويه غادي نقطعو، ولكن اللي كيخاف يتهرس ليه ويتكسر ليه من الاحسن من 4 سوايع الفوق. نتلاقاو ان شاء الله من يبرد نقطعوه. هانتوما بعد ما دازت 4 سوايع دابا غادي نبدا في التقطيع ديالو. كناخذو اما موس اولا سكين حاد بزاف يكون ماضي بحال هذا، اولا هاد قطع الورق اللي كتباع في المكتبات، انا عندي هذا غادي نقطع بهذا حتى يعطي نتيجه افضل. هانتوما ما غاديش يتكسر ليا، بغيتو تقطعوه مائل اولا قطعوها هكذا. هذا الثمر في التقطاع نتوما كتشوفوا، لكن حتى فرتيتا نقطع معكم هذا الحربول كامل. نتوما البنات كتشوفوا التقطاع ديالو، هانتوما بعد ما قطعت الحربول حتى الجوانب ما تكسروش، السر هو العافيه مهيله، يعني بحال اللي كنشمعوا هذا هو السر باش ما يتكسرش ليكم الفقاس. وكذلك هاد القطع اما المصماطي ولا هاد القطع ديال الورق كذلك اللي كتباع في المكتبات، شوفوا حتى اللوز ما كيتقطعش ما كيتهرش لينا. دابا غادي نستمر قطعت داك 4 د الحرابين اللي عندي، قطعت واحد وباقين 3 وغادي نستفهم في الطاوه. انا غادي نستفهم في الطاوه ونرجع معكم. بعد ما قطعتو ها نتوما كتشوفوا رقيق باش يجينا مقرمش وزوين، يعني ما غلطش. ها نتوما انا غندخل هاد الصفيحه للفرن اللي العافيه مهيله. إذا كان الفران ديال الغاز غادي تحطوه الفوق حتى يطيبكم من التحت وتهبطوه لتحت، العافية مهيلة بحال لا كتشمعوه. إذا كان الفران ديال الضو على حسب الفرن ديالكم واش فيه الفرفارة ولا ما فيش، أنا غادي ندير له 180 درجة وكنبقى نراقبو بحال الجوانب ولا هذا إذا كانت شي وحدة ما طايبهاش من التحت ومن الفوق تنقلبها، نتوما حسب الفرن ديالكم. المهم الشرط في هادشي باش يجيكم مقرمش وزوين ولون ذهبي عافية مهيلة، سواء كان الفرن غازي او لا كهربائي. هانتوما الفقاس ديالنا انتهينا من الطهي ديالو، ها هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. ها هو انا نقطع معكم واحد المكرمل قرمش ورقيق تقطيعه رقيقه. هانتوما خصكم ضروري البنات تبعوا الخطوات اللي عطيتكم، ضروري تبعوا هذوك الخطوات، لانه واخا تكون عندكم مقادير مضبوطه الا ما تبعتوش المقادير الطريقه كيفاش كيطيب الفران كيفاش كيتقطع كيفاش كيولي يتحمر ما غاديش تصدق لكم الوصفه. لهذا تبعوا المراحل من الاول خطوه بخطوه من الاول حتى الاخر، ان شاء الله غادي تنجح معكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاهل ديالكم والاحباب، كذلك دعمونا باللايكات وبالتعليقات ديالكم الزوينه وتضغطوا على زر الاشتراك، وشكرا الى وصفه قادمه ان شاء الله.